Are you ready? كما يقال الوقاية خير من العلاج، ولهذا قمنا بعمل تلك السلسلة، سلسلة وعي نفسك بنفسك. في السلسلة دي إن شاء الله هنقدم لكم مجموعة من الفيديوهات وقاية للعديد من الأمراض المنتشرة في حياتنا اليومية بوجه عام. أكيد كلنا شايفين في أمراض كتير قوي أسبابها تكون بسيطة خالص. لو كنا عارفين إزاي المرض ده بينتشر وإزاي إن إحنا ما نعملش الحاجة دي علشان ما نصيبش بالمرض ده، كنا تفادينا العديد من الأمراض المنتشرة في حياتنا اليومية. عشان كده إن شاء الله عملنا لكم السلسلة دي، والسلسلة دي إن شاء الله مجانية بالكامل. فقط دعمكم ان شاء الله مكملين. السلسله دي هتناقش عن الامراض، مش مرض واحد بس، وهتعرفك في كل فيديو ازاي المرض بينتشر. بالتالي لما تعرف ازاي المرض بينتشر هتعرف لما اكلمك عن ازاي تقي نفسك من المرض ده هتبقى انت واعي ازاي انا بقول لك على حاجه زي كده وليه بقولها لك. طيب، وفي نفس الوقت لو لا قدر الله يعني حصل واتصبت بالمرض ده، اقول لك ايه اهم الاسعافات الاوليه لازم تعملها بحيث انك تقلل الاضرار الممكنه قبل ما تروح للطبيب بتاعك. طبعا الطبيب ده غني عنك. ان شاء الله مكملين، فقط دعمكم، وان شاء الله انتظرونا فيديو مهم جدا قريبا باذن الله. السلام عليكم.